السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا وأعزائنا طلاب وطالبات مدارس الإيمان الخاصة ومتابعي قناة مدارس الإيمان الخاصة على يوتيوب. أتشرف بالحديث معكم أحبائي وأعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مدارس الإيمان الخاصة عبر برنامج زوم وخدمات الإنترنت اللي تقدمها المدرسة لطلابها للتواصل معهم وتيسير وتسهيل المراجعة استعدادا إن شاء الله لامتحان نصف العام الدراسي. اليوم ستكون المراجعة شاملة على منهج الصف الثالث الإعدادي للصف الدراسي الأول من خلال قطعة وعليها مجموعة من الأسئلة كما تعودنا. هنقرأ القطعة طبعا، وقلت لكم قبل كده إن في مهارات للتعامل مع قطعة النحو. أهم مهارة هي مهارة القراءة الجيدة، وبنقول مهارة القراءة الجيدة مش مجرد تضييع الوقت او شيء ما مش لازمه، لا، انا بقرا القطعه وبحلل جملها عشان اقدر اتعامل معاها. مثلا انا عندي جمله المدح والذم، دي جمله، الجمله دي ليها اركان، فانا لو ما قريتش صح مش هقدر اوصل للاركان صح. تمام، عندي اسلوب النداء، لو قريت المنادى بطريقه غير سليمه مش هعرف نوعه وبالتالي هعربه غلط. فكل ده يا اولاد معتمد على تحليل القطعه. يكون معايا قلم رصاص، اشوف الفصلات، ولو ما فيش فصلات اشوف فين الجمله اللي انتهت معناها، وبعد كده جمله جديده، واعمل شرط بالقلم الايه الرصاص ما بين الجمل، بحيث ان انا اركز عينيا وامشي سطر بسطر عشان ان انا اقدر اركز واوصل للي انا عاوزه من القطعه، وان شاء الله يكون في استفاده. هنقرا القطعه مع بعض. نعم من تعتمد عليهم في العمل من يخلصون فيه. فالعمل المخلص اكثر نفعا للفرد والمجتمع، وعلينا الاهتمام بالعمل اكثر. فيا طالبا للنفع، اسعى لترسيخ قيمة العمل الجاد، فذلك العمل الجاد يفيد كل الناس. هنقرأ مرة تانية. نعم من تعتمد عليهم في العمل من يخلصون فيه، فالعمل المخلص أكثر نفعا للفرد والمجتمع، وعلينا الاهتمام بالعمل أثره. فيا طالبا للنفع، اسعى لترسيخ قيمة العمل الجاد، فذلك العمل الجاد يفيد كل الناس. طبعا دايما بندور في الأول على كلمات الإعراب، وهنرجع نقول تاني كلمات الإعراب مرتبطة بتحليل الجمل، إلى هل جملة اسمية، هل جملة فعلية، هل في جمل مرتبطة بمنهج ولا جمل من المناهج القديمة، فلازم نركز بقدر المستطاع. نعم من تعتمد عليهم في العمل من يخلصون فيه، فالعمل المخلص أكثر نفعا. طبعا احنا عندنا كلمة نفعا كلمة منصوبة، وانا المنصوبات عندي بتدور حوالين المفعول ده، المفعول المطلق، المفعول لأجله، خبر كان، اسم إن. طبعا أكثر دي قرينة مهمة جدا. يعني إيه مستر قرينة مهمة جدا؟ أكثر كلمة على وزن أفعل. إحنا خدنا السنة اللي فاتت الميزان الصرفي، خدنا الميزان الصرفي، تمام؟ والكلمات اللي على وزن أفعل زي أكثر وأحسن وأفضل، الكلمات اللي وراها حاجة من الاتنين، يا مضاف إليه يا تمييز منصوب، يا مضاف إيه؟ إليه يا تمييز منصوب. أخد بالي يا أولاد، طبعا واضحة جدا إن اللي قدامي كلمة إيه؟ منصوبة، فده تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام؟ طيب هنقول تاني الكلمة اللي بعدها، وعلينا الاهتمام بالعمل أثاره. وعلينا الاهتمام بالعمل، الجملة كاملة، يبقى أثاره دي إضافة على الجملة. طب هل نعرف؟ هل حال؟ المضاف إليه؟ لا، ده الأثر ده شيء من المرتبطات بالعمل أو من متطلبات العمل اللي احنا بنسميه عندنا بدل اشتمال. فمن أهم الأشياء المرتبطة بالعمل إن كله أثر، سواء أثر سلبي أو إيجابي، والأفضل طبعا يكون إيجابي. فكلمة أثره بدل مجرور، جبت المجرور دي منين يا مستر؟ من أنا بعرف كلمة العمل الأول بعرف إيه؟ كلمة العمل الأول، وعلى الأساس ده تمام اقدر اعمل كلمه اثره. فاثره هقول بدل مجرور، بدل اشتمال مجرور عن جر وكسره، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اسعى لترسيخ قيمه، طبعا انا هجيب الكلمه من اللي قبلها، ليه ترسيخ؟ اللام ده حرف جر مش لام نصب المضارع، ترسيخ ده اسم، ده اسم مجرور، وانا عندي اللي بعد الاسم بقول حاجه من الاثنين بصوره عامه، يا مضاف اليه يا نعت. طب هل قيمه وصف الترسيخ؟ طبعا لا، اذا اضفت لها وضحتها. ترسيخ ايه؟
قيمة، يبقى قيمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. فذلك العمل الجاد يفيد كل الناس. مين اللي بيفيد؟ العمل بيفيد مين؟ كل. يوم واحد يقول لي ايه، ما احنا عارفين ان هو كله وبعض مضاف اليه جميل. طب وكل نفسها حسب موقعها في الجمله عادي جدا، يفيد هو كل، يبقى كل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اقول لكم على قاعده سهله بالنسبه لاعراب كل، تمام؟ كل بتسرق اعراب الاسم اللي وراها وتخليه مضاف اليه. يعني هديكم معايا كده مثال، شيل كل، يفيد الناس، الناس كانت مفعول به، يفيد العمل الناس، جت كل سرقت اعراب مين؟ الناس، بقت كل هي اللي مفعول به والناس بقت مضاف اليه. نخش بعد كده على المطلوبات. الف، عايزين نطلع من القطعه ممنوعا من الصرف، تمام؟ لسببين اوضحهما. عندنا الممنوع من الصرف لسببين، يا اما في اكثر من حاجه، ممنوع من الصرف لسببين لانه علم، وممنوع من الصرف لانه صفه، تمام؟ طيب هل في اعلام في القطعه؟ هل في منتهى الف من زائدتين؟ هل في علم اعجمي؟ هل في علم مؤنث؟ هنبص طبعا، هنلاقي دايما الاولاد تعرفوا ان في القطع بتاعت النحو الثالث اعدادي بتيجي كلمات كتير بتتكرر. افعل فعلى، اكبر كبرى، اكثر كثرى، اعظم عظمى، ادنى دنيا. الكلمات دي هتتكعبلوا فيها، موجوده بصفه دايما. تعالوا نبص مع بعض كده، نعلم ان تعتمد عليهم في العمل من يخلصون فيه، فالعمل المخلص اكثر. يبقى كلمة أكثر هنا أهي اللي في الدائرة الحمراء ماشي على وزن أفعل، ممنوعة من الصرف لسببين. إيه هما السببين؟ صفة على وزن أفعل. نقول تاني، يبقى ممنوع من الصرف لسببين، كلمة أكثر صفة على وزن أفعل. طيب نخش بعد كده على المطلوب اللي بعد كده، تمام؟ إيه هو؟ بدلا مطابقا واعربه. طب انا عندي بدل المطابق، هل في مهنه وراها اسم بني ادم او اسم شخص؟ طب هل في مثلا وطننا مصر؟ هل في بلدنا مصر؟ هل في الرئيس السادات؟ مفيش. ادور على ايه؟ اسم الاشاره ووراه معرف بال، بس بشرط ان انا ممكن استغنى عن اسم الاشاره والجمله تمشي. فذلك العمل الجاد يفيد كل الناس، شيلوا ذلك كده. العمل الجاد يفيد كل الناس، يبقى اذا ممكن العمل تحل محل ذلك. طب اقول له انا هعرف العمل، هعرف العمل من ذلك، هعرف ذلك، طب واحد يقول لي ذلك اسمه مجرور، اقول له ليه؟ اصل مطالب الفاء يا مستر، دي الفاء ابتدائيه، دي جمله جديده، ده مبتدا، اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، والعمل بدل مطابق مرفوع وعلامه رفع اصلا. طب انا عايز منادى، وانا شايف ان المنادى من اسهل الحاجات اللي بتيجي، الا في حاله واحده ان ممكن ما يجيبش اداه النداء. وقالت ان ده موجوده اهي، فيا طالبا للنفع. ابدا بالترتيب، منادى مضاف، المنادى المضاف ما ينفعش يتنون. طب طالبا منونه وراها جر ومجرور، يبقى ده شبيه بالايه؟ بالمضاف، يبقى طالبا مناد. طالب نوعه شبيه بالمضاف، حكمه واجب النصب، اعرابه منادى منصوب علامه نصبه الفتحه. شوف انا بعرف ازاي، شوف انا بحل ازاي السؤال، خبرا جملة وبين نوعها. إذا مستر احنا عندنا خبر الجملة، هو في حاجة في النحو بتتلغى يا أولاد؟ ما فيش حاجة بتتلغى، النحو كله تراكمي ومترابط. أرجع تاني أهو، فذلك احنا كنا قلنا من شوية حالا أهو إنها مبتدأ، العمل الجاد يفيد كل الناس، أدي يفيد كل الإيه؟ الناس، ها؟ خبر جملة فعلية. طبعا في حتة مهمة جدا، تمام؟ ماشي، خبر جملة ايه؟ فعلية يفيد كل الناس. طبعا اسلوب المدح والذم عندنا اصلا الخبر جملة فعلية ببلاش، اللي هو نعمة والفعل اللي وراها، او بئس والفعل اللي وراها، او حبذا او لا حبذا، دي اصلا جملة ماشي في محل رفع خبر على طول. يعني ادي يعتبر احنا جايين، احنا جايين بنلاحظ من بره المنهج اهو، احنا نجيب حاجة منين؟ من المنهج، بس بطريقة غير مباشرة. نخش بعد كده على بئس الرجل الكسول. اجعل فاعل الذم في الجملة السابقة اسما مبنيا وغير ما يلزم. يوم واحد يقول لي ايه؟
ايه بقى ده؟ هو احنا عندنا المعرب والمبني، احنا عندنا فاعل نعمة وبئس 4 صور، صح؟ 4 صور، عندنا معرف بقال اهو الرجل، وفي مضاف للمعرف بقال بئس الرجل اللي مثلا الشرطة الكسول، ماشي، او رجل النظافة الكسول، خلاص. امال ايه المبني ده يا مستر؟ عندنا نوعين، عندنا الاسم الموصول من او ما، وعندنا الضمير المستتر اللي بيجي بعده تمييز. يعني انا ممكن دلوقتي احلها بطريقتين، اقول بئس رجلا الكسول، يبقى انا كده خليت الفعل المستتر اسم مبني اللي هو الضمير المستتر، وممكن اقول بئس من تصادقه الكسول، يبقى خدت من للعاقل بدل الرجل وحطيت جمله الصله تصادقه، والكسول زي ما هي مخصوص بالذم. نقول تاني يا اولاد، يبقى عندي طريقتين، الطريقه الاولانيه طريقه احط من او ما، والطريقه الثانيه ان انا استخدم الاسم الايه الضمير الايه المستتر ووراه التمييز بتاعه. سمعت صديقتي بشرى عن بشرى سارة. سمعت صديقتي بشرى عن بشرى سارة. بشرى في الكلمتين دول ممنوعين من الصرف، بس الأسباب مختلفة. بشرى الأولانية علم مؤنث. ها؟ علم مؤنث. جميل؟ فهو هنا ممنوع من الصرف ليه؟ لسببين، علم مؤنث. طب وسابق وبشرى الثانية، بشرى اسم مقصور منتهي بالألف اللينة، ايه؟ بشرى، ذكرى، كبرى، تمام؟ ممنوع من صرف السبب واحد، اسم منتهي بألف التأنيث المقصورة. ركزتوا يا أولاد؟ بشرى ممنوع من صرف سببين، علم مؤنث، اسم واحدة، لكن هنا أنا بتكلم عن البشرى، البشارة، بشرى خير، تمام؟ فده ممنوع من صرف سبب واحد، اسم منتهي بألف التأنيث المقصورة. أقل، اجعل الاسم السابق مجرورا بالفتحة في جملة كاملة. إزاي يا مستر أقل؟ زي أكثر وزي أعظم؟ ده أنت لسه إيه اللي دي صفة ممنوعة من صرف السببين لأنها صفة على وزن أفعل. طب يا مستر أنت قلت لي عشان أجر الكلمة بالفتحة أحط قبلها مثلا من، أو أحط قبلها الباء، بس بشرط لازم تكون دي نكرة. طب دي هجيبها إزاي بقى يا مستر؟ سمعت عن أقل التكاليف. طب ما كده التكاليف بقى كلها مضاف اليه، التكاليف مضاف اليه، كده اقل مش نكر. اعمل اقل او اكثر او اعظم او كبرى، اعملها نعت لاسم مجرور نكره. اقول تاني، اعملها نعت لاسم مجرور نكره، فاقول ايه؟ ماشي؟ ها؟ تعاملت مع رجال اقل، يعني رجال محدودين، تمام؟ نظرت إلى مشاهد أقل، وأم إيه اللي بقى؟ نعت مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب استخدم كلمة أكثر، نظرت إلى طائرات أكثر، طائرات اسم مجرور مجرور الكسر، وأكثر نعت مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر. نرجع للقطعة تاني، لأن بيقول لي وردت من في القطعة مرتين، تمام؟ من وردت في القطعة مرتين، عايزين نعالجها بكل وجه ممكن. ادي من الاولانية وادي من الثانية. طب ده اسلوب ايه اصلا؟ ده اسلوب مدح. وانا عندي من فاعل المدح في نعمة وبئس ان يكون اسم موصول من او ما، يبقى ده ايه؟ فاعل المدح اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. فاعل المدح اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. طيب ادي نعمه وادي الفاعل بتاعها، فين المخصوص بالمدح؟ نعمه من تعتمد عليهم في العمل، دي كلها جمله الصله. مين هم؟ من الذين يخلصون فيه، يعني من الثانيه دي هي المخصوص بالمدح. هقول ايه بقى المره دي؟ فعل لا، اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا مؤخر، او اسم موصول مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هما او هي او هم حسب المعنى. فنعم من تعتمد عليهم في العمل، هم من يخلصون. يبقى من هنا لها كم اعراب؟ عشان كده قلنا كل وجه ممكن، اعرابين، مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هم. نرجع تاني لبقيه الاسئله. حدد نوع البدل في الجملة الآتية: أحترم الفتاة تهذيبها.
احترمه فاعل وانا فاعل مستتر والفتاه مفعوله لسه ما جاش بدل. لكن في كلمه هنا مرتبطه بالفتاه ان الفتاه لازم تكون مهذبه، يبقى انا بحترم في الفتاه انها مهذبه. طب هل تهذيبها ده ايه مرتبط بيها؟ ده حاجات من مشتملاتها، من الحاجات الاساسيه فيها المرتبطه بيها، يبقى ده بدل اشتمال منصوب وعلامه نصبه الفتحه والهاء لوحدها ضمير مبني في محل جر مضاف. انكسر الكرسي رجله. الرجل جزء منين؟ من الكرسي، وفي ضمير اهو. يبقى ده بدل بعض من كل او جزء من كل. انكسر فعل ماضي منع الفتح، الكرسي فاعل مفعول صمت الضمه، ورجله بدل اشتمال، لا بدل جزء من كل، لان الرجل جزء من الكرسي. مرفوع وعلامه رفع الضمه هو الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف. المثال الجاي ده يا اولاد مهم جدا. أعرف ما تحتوي خطة الجملتين الآتية. قرأت ذلك التاريخ جيدا. مصر دولة عظيمة ويشهد بذلك التاريخ. طبعا في ناس بتنمط، يعني إيه بتنمط يا مستر؟ أول ما أشوف اسم الإشارة ووراء اسم فيه ألف ولام يبقى بدل. إحنا قلنا ما ينفعش. الإعراب مرتبط بالمعنى. تعال نجرب مع بعض كده. قرأت ذلك التاريخ جيدا. تمام؟ شيلوا ذلك. قرأت التاريخ جيدا، يبقى التاريخ حلت محل ذلك، يبقى دي بدل. وذلك اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به، يبقى ده بدل منصوب. عيبنا الأولانية. طب الثانية نجرب برضه، نشيل بذلك ونشوف. مصر دولة عظيمة ويشهد التاريخ. اسم التاريخ بيه؟ الجملة لسه ما كملتش، يبقى ده مش بدل يا بشوات. أمال ده يا مستر؟ ده فاعل. مين اللي بيشهد؟ التاريخ. يبقى أصل الجملة يشهد التاريخ بذلك. يبقى التاريخ فاعل مرفوع علامة رفع الضم. بصوا للمثال ده تاني يا أولاد. التاريخ اللي فوق بدل منصوب علامة نصبه الفتحة، وهنا ده مش بدل، ده فاعل مرفوع رفع الضم. نحدد نوع المنادى، ودي سهلة جدا. يا عاملا اجتهد، يا عامل اجتهد. الكلمة نكرة هنا ونكرة هنا، مفيش وراها لا جر ومجرور ولا مضاف إليه، يبقى ده نكرة. وأنا عندي نوعين للنكرة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. بعرفهم من بعض ازاي؟ المنصوبة غير مقصودة. أو شوف نقول تاني، المنصوبة غير مقصودة عاملا على فتحتين اهو، واللي شكلها مرفوع دي المبنية في محل نصب. المنادى مبني على الضم في محل نصب، لكن هنا منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصب الفتحة. آخر سؤال، اجعل الكذب مخصوصا بالذم في جملة يجوز. يعني طبعا العيال اول ما بيشوف الجمله دي يقول لك يجب. يجب دي يبقى حبذا ولا حبذا. لكن انا هنا بقول ايه؟ يجوز. بقول ايه؟ يجوز. يبقى يجوز يبقى نعمه وايه؟ نعمه وبئسه. يبقى نحط الجمله فيها نعمه وبئسه. نقول مثلا ايه؟ بئس الصفه الكذب او بئس السلوك الكذب. وممكن اقول الكذب بئس السلوك او الكذب بئس الصفه. ارجو ان انا اكون في النهايه قربت لكم ووضحت لكم تمام الحاجات المهمه اللي موجودة عندنا في منهج النحو. طبعا الأسئلة كتير والأسئلة متنوعة وفي أشكال كتيرة للأسئلة، وإن شاء الله في المرات الجاية هنجيب لكم أسئلة مختلفة وأسئلة متنوعة، نحاول إن احنا نشوف جميع أنواع وأنماط الأسئلة اللي ممكن نتعامل معاها في نحو الصف الثالث الإعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.